وصلنا للمساحة الأخيرة وراح تكون مع الخط العربي. رح نتعرف سوا على جمعية بيت الخط العربي والفنون لرعاية جيل الشباب والأطفال وتطوير مواهبهم ووضع في الإطار الصحيح لمواكبة الفنون العالمية عن طريق ورشات العمل المجانية والدورات التدريبية والمحاضرات والندوات والمعارض الفردية. أيضا رح نتعرف أكثر عن عملهم، رح نتعرف أكثر عليهم، رح نتعرف أكثر كيف بيدعموا الشباب. معنا مايا الأحمد من طلاب الجمعية بقسم الفنون التشكيلية. صباح الخير مايا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. وأيضا بدي رحب بجعفر البيش طالب كلية هندسة معمارية. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يا سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. رح أسأل سؤال مشترك لكم اثنين عندكم. نبلش من عند مايا، كيف تعرفتوا على الجمعية وكيف انتسبتوا لها؟ بالبداية تعرفت علي عن طريق أني سجلت كورس رسم أساسيات بالرصاص. بلشت تدريب لمدة شهر ونص، بعدها طلعت بنتائج حلوة. كانت الحدا يلي عم يعطيني الفنانة التشكيلية المدام ريم قبطان، كانت هي اللي مأشرفة علي خلال فترة التدريب. فلما لقيت نتائج حلوة قالت لي إنه كان في معارض، كانوا عاملين معرض لإبداعات شبابية بالمركز الثقافي بالمزي، فقالت لي إنه إذا بتحبي فيكي تشاركي بلوحتين لإليك. فكانوا هن هي اللوحة وهي اللوحة. هاي خلينا نشوفها على الكاميرا. لبين ما اشوف اللوحات لا رح انتقل عند جعفر. جعفر، قديش صار لك بالجمعيه وايمتى انتسبت وليش انتسبت؟ شو الشيء اللي جذبك بالفكره وانت كمان بالرسم بتمتلك هاي الموهبه؟ هلا انا انتسبت من شيء 4 شهور. كنت انا بدي، يعني عندي موهبه بالرسم بس بدي كنت هيك يعني تابعها ومشي منه قويها من زمان، بس من قبل البكالوريا كان بدي. بس اجت بكالوريا يعني وانشغلت فيها. استنيت حتى تخلص بكالوريا وسجلت بالجمعيه، انضميت لهم. ليش انضميت لهم الجمعيه؟ شفت انه عندهم كثير الناس يعني كانوا كثير عم تتطور موهبتهم، كان الرسم عندهم يعني منيح وصاير احسن بكثير، كثير مساعدين العالم. يعني حبيت رحت سجلت، حبيت الجو هنيك وكان فرجينا شيء من رسماتك. هلا هون شو بتختص انت بالرسم؟ هلا شفنا مايا شيء على الفحم، بترسم رصاص او في فحم، رصاص وفحم. ايه انت شو جعفر؟ انا بس برصاص كمان. رصاص، هذا رصاص. ليكو شو حلوين، شو هدول الاشكال الهندسية؟ ايه حجوم وكيف أوكي. نطلع الظل من جاي النور، يعني كل حدا يمكن بيتميز بلون بنوع. يعني انت اوريدي بتحب ترسم الاشكال الهندسيه وطورتها بالجمعيه، كيف طورتها؟ طورتها انه قالوا لنا انه كيف نستعمل الاقلام والدرجات، كيف ننتقل من الغامق للفاتح. ريترو سيل منقاره عامله. وهون هون البورتري. هلا كنا عم ناخذ اجزاء. يلا بناخذ بورتري. اوكي حلو. لي انا عم شوفهم عم نجرب كذا نموذج اذا بدنا نقول، قديش كان في لكم توجيه انه خلوكم جربوا كل الانواع يلي بيرسمها الفنان او الخطاط وبعدين انتم بتروحوا ل يمكن شيء معين؟ ما انت شو لقيتي حالك اكثر شيء؟ انا جربت صراحه كل التقنيات. بلشت اول شيء مثل ما قلت لك برصاص، وبعدين انتقلت للفحم والباستل، وبعدها للالوان يلي هنا المائي والاكريليك. الصراحه يعني كان بالالوان الشغل كثير حلو، بس بتحسي بالرصاص بيجسد اكثر. شفتي هذا العمل بالرصاص، وفي هذا الدفتر كمان فيه كثير اعمال حلوه بالرصاص. يلا خلينا نشوف شوي من دفتر مايا، بعدين رح فرجيكم بورتريات لجعفر كمان كثير حلوين. هون مايا، هذا لمايا كمان. لا بال بال بالملون هون. لا هنشوف رصاص. طيب كمان هون عم نشوف رسماتها لمايا. هون كمان مستخدمه لعبه الظل. هذا الدفتر فيكم تشوفون، هذا الدفتر بدك تشوفيه. اوكي قلبي من عندك معناتها ليا. نحن بالجمعية ندرس بطريقة أكاديمية، يعني إنه كيف نحلل الظل والنور، كيف معلش كيف ترسمي بأشكال لك الديتيلز.
بدها مثلا كيف تحطي التكوين قدامك وتنقليه باسلوب مثلا يتناسب مع حجم الورقه. كيف قديش بياخذ وقت معك مثلا عم تربطوا على مثلا مثل هي رسمه قديش بتاخذ معك وقت؟ هلا اقل رسمه يعني ساعتين هي اقل شيء سريعة. يعني بتوقع شيء لا اي معلش بس خليني افرجيها للمشاهدين قد ايه حلوه. ليكو شو حلو الكونفرس، ليكو الديتيلز تفاصيل. هي هرت لحالها اه عادي. هو هيك هديك مثل انينة الزيت ولا هي انينة مي؟ ما انه لا في زيت مع زيت. اوبا كيف هي كاميرا شو حلو كثير حلو برافو عليك. شاركتوا بمعارض فرديه جعفر؟ لا لسه ما شاركت لانه هلا كمان اجت الجامعه والتهيت بالفحص العماره فحص القبول. يعني كنت هنيك اكثر. رح فرجيكم بورتريات كثير حلوه. الهيلة جعفر خلصنا مايا هلا بنرجع لمايا. هي جعفر واو صورة حقيقية هي؟ لا هي كل الشعر من صورة، العيون من صورة، شكله مش من صورة. شو حلوة وخلطهم قديش فيها تفاصيل حلوة بالرموش بالعيون بس بالرصاص كثير صعب انه الواحد طبعا يرسم وجه. هاد مين؟ هذا شو فيه؟ طلع نفسه اي ما يعني انت ما بتحبي البورتريه؟ هلا مو انا بلشت باسلوب معين فانا خلصت هدول الدورات الاربعه اللي كانوا اني استخدم فيهم كل التقنيات فهلا انا باخر مرحله والجمعيه حتمنحني شهاده يعني مو كامله بس هي طيب جعفر هلا عم تدرس فتنا كلية الهندسة هندسة العمارة، ليش مو فنون جميلة؟ ليش ما رحت كونه عندك هي الموهبة بالرسم؟ ممكن كلية الفنون الجميلة تعطيك مساحة أكبر تلبي شغلات أنت بتحبها. لا وإنه بورتريات وعمارة تمام. في أشكال هندسية بس إنه روعة بالبورتري وإنه أنت عمارة ما له علاقة. ليش اخترت العمارة؟ هلا أنا العمارة يعني من أنا صغير بدي فوت عمارة يعني حاطة مهندس ديكور أو مهندس عمارة؟ إيه تصميمات وهيك وكمان نطلع بمباني ونصمم مباني من برا ومن جوا هيك يعني بحب اكثر يعني. يا ريت اذا بهذا الابداع نحن كثير بحاجه. لا لا مايا خلينا نرجع لعندك ونحكي يمكن دائما الواحد هو وقت بيتعلم الرسم بيشوف حدا بيكون مثله الاعلى بيحب رسومات رسامين عالميين بيتابع وخاصه هلا السوشيال ميديا او الانترنت صار يفتح لنا باب ابواب واسعه لحتى نحن نتعلم لحتى نعرف اكثر لحتى ندخل على يعني عالم فنون كثير كبير. اليوم مين مثالها الاعلى لمايا؟ كيف بتطور حالها؟ انه اوكي انت بالجمعيه ولكن بينك وبين حالك اكيد في شيء من جواتك عم يمكن شغل وعم تنمي انت بشطاره. حقيقه انا بتابع على الانستغرام صفحات لرسامين. في واحد فاتح دورات تدريبيه بنيويورك هو كثير حدا يعني بيرسم بطريقه احترافيه. رسمه كان هو لاشخاص بس بالالوان فهي الألوان لما بيرسمها بتبين الأشخاص كأنها موجودة قدامك. فصراحة أنا كتير بتابع له يعني وإن شاء الله يعني بالقدام بالأيام يكون حدا مثله يعني رائع إن شاء الله. جعفر خلينا هيك كمان بالختام نعرف شو راسم للمستقبل، شو حابب، كيف حابب تطور حالك، كيف حابب تحافظ على الشيء اللي أنت واصل لإله لهلا؟ هلا انا حابب اني اتخصص اكثر بالبورتري وصير يعني بالالوان اقدر اطلع اللوش ضابط يعني انه يعني هيك تطلع كل التفاصيل انه كل الدرجات الالوان وكمان يعني هيك يعني يطلع حلو ان شاء الله يا رب. الله بنشكركم بالعالميه يا رب. مايا موفقه اكيد وكثير حلوين رسماتك والتفاصيل يلي شاغله عليها عن جد شيء بروفيشنال وكثير حلو. يعطيك العافيه جعفر كثير حلوين كل رسماتك ان كانت كاشكال هندسيه وظل وان كانت كبورتري. بدنا نشكرك كثير ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله قريبا بنستضيفكم وبيكون عندكم معارضكم الفرديه او حتى الجمعيه. شكرا كثير لكم. بالتوفيق.